هذا الفرد ميري لقب شوكات. مظبوط، هذا الفرد لنوري. نوري ما غيره؟ إيه نعم، وخالك أبو شهاب عم يشرح بالمكتوب شلون وصل هذا الفرد لإيده بعد ما اشتراه من واحد شاريه من أبو جودات. يا حمش، معناته أبو جودات هو اللي سرقه من نوري؟ إيه نعم، وخالك أبو شهاب عم يقول إنه هذا الفرد أمانة بين إيديك لبين ما يرجع الحارة، والرب العالمين ما أزله بالرجعة تظهره بالوقت المناسب، لأنه ما في غيره بيعرف بقصة الفرد. هيك لك شايف لك أخي، شايف هالأبو جودات قديش واطي وقليل ناموس، لك حتى نوري ما خلص منه. سيدي، هاي نحن قوصناه وريحنا الناس منه. شو بدي لك أخي، يستر عرضك، ما بدي مخلوقين يخلق يعرف بقصة هاد الفرد. ها شو عم تحكي لك معتز؟ مو عيب؟ هيك بدي أعقب شوكات. احرق لي المكتوب لأنك احرقه.